رسائل الملائكة ask for help from other، ينبغي أن تطلبوا المساعدة من الآخرين في إيجاد حلول لمشاكلكم. مش هتقدروا تحلوا كل المشاكل لوحدكم، مش هتقدروا إنكم انتوا تتصرفوا في كل شيء بدون خبرة كافية لحل المشاكل اللي بتواجهوها دلوقتي. لازم أن يكون عندكم ناس عندها القدرة إن هي تساعدكم وتديكم الدعم اللي انتم محتاجينه. لازم أن تطلبوا المساعدة في إيجاد حلول لمشاكل انتم بتواجهوها، حتى لو كان طلب المساعدة هو صعب، لكن يبدو إن المشاكل أصعب من غير ما تطلبوا المساعدة. بيرفكت تايم هو ده الوقت المناسب انكم كنتوا تاخدوا الخطوة اللي انتم مستنيينها بقالكم فترة كبيرة، لان هناك شيء افضل بينتظركم الفترة القادمة. في شيء افضل بكتير من اللي انتم ممكن تتخيلوه هتوصلوا له الفترة اللي جاية. ما تنساش الاشتراك في القناة، وما تنساش تضغط لايك وتتابعنا وتكتب تعليق ببرجك، او تكتب تعليق باسمك وتكون معانا من الجمهور المميز. هنطلع اسامي الداعمين في التعليقات، واجمل تعليقات في كل فيديو في الفيديوهات القادمة الطويلة بإذن الله. شكرا ليكم، السلام عليكم.